أقول عن نفسي أنا فتاة أعمل في مشغل الخير للخياطة منذ 6 سنوات وهو مختلط، أي نعمل مع الشباب وعددهم يفوق عدد النساء في ذلك المشغل، ولكن هذا المشغل فيه نوع من الانضباط والالتزام، فلا يسمح لأحد بتطاول على النساء في أي شيء. ولكن منذ أن عملت في ذلك المشغل ولغاية الآن لم أشعر بارتياح به، علما بأنني قمت بتركه عدة مرات لذلك السبب، ولكن للأسف أعود وأعمل فيه من جديد. ما العمل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، ولو كان الرجال صالحين لا يجوز الاختلاط بهم مع النساء اللاتي لسن من محارمهم، لأن ذلك يجر من الفتنة، ولا تؤمن الفتنة على الصالح ولا على الطالح، فهذا عمل لا يجوز ولا يحل للمرأة المسلمة أن تشارك فيه، ولا يجوز لصاحب العمل أن يخلط بين الرجال والنساء، بل عليه أن يجعل النساء في مكان معزول عن الرجال، ويجعل الرجال مكانا آخر منعزلا عن النساء ليحل كسبه وطيب مكسبه. أما هذا العمل فإنه منكر ظاهر ولا يجوز إطلاقه، ولا يجوز المشاركة فيه لا للرجال ولا للنساء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك هذا الوضع السيء في بلاد المسلمين ولا في غير بلاد المسلمين، لا يجوز للمسلم هذا العمل. نعم.